ويا حزن المسيل شؤم ذنب. ما الذي يمنعنا من الهداية؟ أما نحن بحاجة إلى هذا الملك الديان الذي بيده السعادة والشقاوة، الذي يملك الغنى والفقر؟ ألسنا بحاجة إليه؟ فلماذا لا نعلن التوبة والاستقامة؟ لماذا لا نطيع الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نستقيم كما أمر؟ لماذا لا نأتيه بخضوع وانكسار وإخبات وإنابة؟ الذي حرم الأمة من التوبة والاستقامة اليوم هو أنهم ما تعرفوا على الله. وإلا فاسأل نفسك واسأل أمتك، لماذا الناس يشربون الخمر؟ ولماذا الشباب وقعوا في المخدرات؟ ولماذا عكف بعض المسلمين على الزنا والخنا؟ إنهم يبحثون عن السعادة، وإن السعادة بيد الله. من عرف الله فلن يعصيه. إذا أراد السعادة فهي من الله، وإذا أراد الفوز فهو من الله، وإذا أراد العزة فهي من الله، وإذا أراد الفلاح فهو من الله. لا يطلبه في حرام، ولا يلجأ إلى معصية، ولا يبحث عن الفوز والفلاح عند أصحاب المعاصي والفسوق والمجون. إذا تحقق التوحيد في قلوبنا وتعرفنا على الله حقا، فلن نلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى ولن نعصيه. هكذا لابد أن نكون، وإلا فلن نصل. فإن الأقوام الذين ما تعرفوا على الله ما وصلوا إلى الله. يجب أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، أولا نتعرف عليه، ثانيا نتيقن به، فلا نافع ولا ضار غير الله تبارك وتعالى. يا حزن المسيل شؤم ذنب، وبعد الحزن يكفيه جواه، ويندم حسرة من بعد فوت، ويبكي حيث لا يجدي بكاه. فويل العبد من صحف وفيها مساويه إذا وافى مساه، يعض يديه من أسف وحزن، ويندم حسرة مما دهاه.